الخير يسجل الثاني، يسجل الثاني في الدقيقة 47. راهن عليه جسوالدو، نجح جسوالدو ويسجل سيف الدين للسيري. بات هو رجل الحسم داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك خلال المباريات الماضية من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري. بتحركاته الواهية ومهاراته الكبيرة وقدراته التهديفية، التونسي سيف الدين الجزيري توهج سيف الدين الجزيري بقميص الزمالك خلال المباريات الأخيرة، معبراً عن نفسه مثبتاً أحقيته في قيادة خط هجوم الفارس الأبيض. وعلى مدار 50 مباراة لسيف الدين الجزيري بقميص الزمالك ساهم في 20 هدفاً بواقع تسجيل 9 أهداف وصناعة 11 آخرين لزملائه. وقلب الجزيري الموازين في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في لقاء الجولة 22 بتسجيل هدفي انتصار أبناء ميت عقبة فور حلوله بديلاً، كما نجح النجم التونسي في إحراز هدف فوز الزمالك على المصري في مباراة الجولة 16 من عمر الدوري. ووصل نجم منتخب نسور قرطاج ماكينة أهدافه مع الزمالك في الدوري هذا الموسم بهز شباك سيراميكا كليوباترا، كذلك تسجيل وصناعة هدفي القلعة البيضاء في لقاء الأمس أمام سموحة. كما كان للجزيري دوراً فعالاً في تتويج الزمالك بلقب كأس مصر منذ أيام قليلة على حساب الأهلي، حيث صنع الهدف الأول وتسبب في إزعاج الدفاع الأحمر خلال المباراة. سيف الدين الجزيري رجل الحسم في قلعة ميت عقبة الذي يتألق في المواجهات الصعبة والفاصلة، وتظهر موهبته في اللحظات الحاسمة. سيف الدين الجزيري يسجل الثاني، يسجل الثاني في الدقيقة 47. راهن عليه جسوالدو، نجح جسوالدو. ورجعنا لكم مرة أخرى، معايا ومعاكم واحد من نجوم نادي الزمالك والهدافين الكبار في تاريخ نادي الزمالك، كابتن الكبير كابتن أحمد جعفر. حبيبي يا كابتن خالد، سعيد ومستنى موجود معاك طبعا، وببارك طبعا لجمهور نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك الرجالة وإدارة نادي الزمالك ولينا احنا كزمالكاوية على كاس مصر، وان شاء الله نكمل على خير يا رب الفترة الجاية بإذن الله. شفت المباراة دي ازاي؟ يعني المباراة دي قبل المباراة كان الناس يعني كان الـ 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 النتيجة رايحة أكتر للأهلي، يعني تحس إن الناس مرشحة للأهلي 60-40 برضو بفضل الخبرات واللعيبة والتواجد وكده ونقص العدد اللي موجود عند بعض لعيبة نادي الزمالك. هو لا، أنا كنت شايفها 50-50 في ظل الظروف برضو للأهلي، يعني متراجع شوية، لكن كسكواد لعيبة طبعا لا في الأهلي أكتر طبعا، والظروف اللي الزمالك بيمر بيها الفترات اللي قبل الفترة الأخيرة دي، لأن الزمالك الحمد لله الفترة الأخيرة يمكن الراجل ما شاء الله شغال بشكل كويس جدا، فأنا كنت شايفها 50-50 لأن دايما ماتشات القمة كابتن خالد ما فيهاش توقعات، يعني ممكن تلاقي الزمالك كويس جدا والأهلي بينزل يعمل ماتش جامد زي الماتش بتاع الدوري، كل الناس قالت 70% أهلي 30% الزمالك، الزمالك عمل ماتش ما شاء الله كبير جدا وكان خسران واحد ورجع وتقدم وبعد كده تعادل، فهي ماتشات القمه عامه ما فيهاش توقعات يعني. بس الزمالك طبعا الاداء بتاعه ما شاء الله، يعني كان ممكن نكسب بسكور الشوط الاول كمان يعني. طيب مين شايف نجوم هذا اللقاء؟ وهل كنت متوقع الاداء المذهل ده في الشوط الاولاني؟ بصراحه كلنا ما كناش متوقعين الاداء الشوط الاول، احنا متوقعين الماتش هيبقى جامد والزمالك هيعمل ماتش كويس، بس مش بالاداء ما شاء الله الشوط الاولاني كان كويس، كان قوي جدا، واللي عمل استحواذ بشكل كبير جدا للزمالك الاربعه اللي قدام، زيزو وبن شرقي وسيف برضو كان بيتحرك بشكل كويس قوي في الماتش، هو من نجوم الماتش طبعا. اساسا تغييره كان خطير يعني، هو حتى الراجل نفسه الراجل قال لان هو الشوط الثاني يا كابتن خلاص الاهلي فتح وخسر 2-0، فطبيعي انت بتلعب على سرعته وعلى مرتده، هو سيف ما شاء الله عنده حته السرعه دي كويسه جدا وبيعرف ياخد في مساحات كويس وبيعرف يحط اللعيب في ظهره، جاب جون عالمي. هو الجون الترقيصه، هو بتاع الجون الترقيصه ترقيصه يعني بيعملها كده من وراه، هو توقع خطا المدافع وراح زقها من ورا رجب ناريل وراح بصراحه حطها بشكل كويس جدا يعني. هو سيف كابتن لعيب مساحات يعني في المساحات، حتى السنه اللي فاتت برضو الجزء الاخير في الماتشات بتاع الدوري السبع ماتشات او 10 ماتشات، فاكر ماتش المحله وماتش الجيش وماتش الجيش برضه راح بسرعه وراح مرقص وراح حاطط جون برضه. فهو سيف من نوعيه اللعيبه اللي بتتحرك على الاطراف بشكل كويس جدا وبتاخد في مساحات بشكل كويس جدا. ادي 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 الماتش اهو، ادي الجون اللي عمله، بص الترقيصه دي وحطها على فكره، بص توجهها خد بالك، بص يا كابتن فول الكوره خالص اول ما اتلعبت، هو توقع خطا المدافع الاولاني، هو لو مش متوقع خطا المدافع الاولاني هيلتحم معاه طبيعي، ان طبيعي اي فرد هيقوم جاي ملتحم عايز ياخد الكرة عايز يحجز عليها، هو توقع خطا المدافع الاولاني. هو ده الذكاء، ان هو توقع خطا المدافع وراح زقها من ورا المدافع الثاني. على فكره كمان هو اللي احيا
ثلاث نقاط في ماتش ايستر كامباني وماتش الكاس. فاكر ايستر كامباني ماتش الكاس اي فيرود ممكن يقف، هو توقع خطا الشناوي وياسر وزقها منهم الاثنين. برافو عليك. هو هو برضه زي ده بالظبط، توقع خطا المدافع اللي هو مدافع هيقلش اهو. بص هو حتى ما التحمش طبيعي انه يروح يلتحم. بالظبط. فهو توقع. انا بقول لك هو دخل بسرعته وخلاص. هو سيف ما شاء الله في المساحات كويس جدا ويقدر يعمل لك فارق في المساحات. بص الترقيصه دي غريبه قوي يعني، غريبه. عارف اول مره اشوف ترقيصه تشيب يعني، ترقيصه تشيب من ورا اللاعب. بس هو لو زقها كان لازم يزقها اجمد شويه. ليه بقى؟ لو زقها اجمد شويه هيوصل للجون بسرعه. هو زقها زقه صغيره عشان حتى شاطها من بعيد، هو طبيعي انه يزقها جامده شويه يفرق بمساحه. بس خد بالك هو عمل كل فنون كره القدم في لا في الكره. اولا السرعه، التوقع والسرعه والترقيصه التشيب، تمام. حتى في توجيهه للبتاع كتم الكوره، عمل قفل وش رجله يعني، قفل وش رجله كده عشان تروح تروح في الجول كده على طول. فيعني عمل كل حاجه في الكوره. هو بصراحه سيف الفتره الاخيره كابتن خالد ماشي بشكل كويس جدا يعني، نمسك الخشب يعني ان شاء الله وربنا يكملها على خير لاخر الدوري باذن الله. نكمل على كده بس باذن الله يعني. طيب تعال نروح لملخص مباراه الزمالك والاهلي في الكاس، وهاتولي كمان يا جماعه عشان برضو عايز اشوفها اكتر من مره. الكوره ضربه الجزاء التي لم تحتسب والناس ابتدت تتكلم عنها وتقول لك هو ما سجلش هدف عالمي، هو عمل هدف. لا لا هو سجل هدف عالمي في امبارح. امبارح اصل كان في نهائي الكاس. هو عمل هدف عالمي في نهائي الكاس وعمل ماتش بصراحه. يعني خد بالك كمان سيف الجزيري، سيبك سيبك على فكره، انا بعتبر ان الكوره ماتت يعني. الناس بتقول خطا الشناوي، لا الكوره ما طبيعي الكوره خلاص ماتت. لانها راحت ناحيه الوينج رايت، فطبر ماتت لولا ان هو عملها بوش رجله. ممكن تترفع اي حاجه تطلع، ممكن يعملها ببطن رجله اوفر عادي تخبط في ياسر. لا ده موجهها، هو شايف كمان ولعبها من ورا ياسر يعني. هو كان ممكن يعملها اوفر كده من قدام ياسر، تروح مثلا للمساك تخبط في الشناوي. لا هو عملها من ورا ياسر، والشناوي اللي زيزو اللي جاي من ورا. صحيح صحيح. وده برضو دي ميزه ان هو عنده قدره ان هو يعني عنده رؤيه ان هو شايف زيزو جاي من ورا فحطها له. حتى زيزو كمان حطها بسم الله ما شاء الله كما يقول الكتاب يعني طبعا. زي ما يكون ايه هو كمان لا يجيد ضربات الراس زيزو على فكره. بس ربنا كرمه فيها بصوره اكثر من رائعه، وشكل الجون حلو. ومش عايز انسى بصراحه ضربة شرقي برضو في الماتش، لا عالمي يعني، لعيب كبير طبعا وخسرناه يعني، خسرناه. هو فيش طبعا هو يعني ما فيش حد يعوضه في مصر. صحيح. لا كلاعب كوره لا هو فارق بشكل كبير جدا يعني. انا عندي واحد صاحبي اهلاوي جدا، واول مره يروح الماتش من فتره، فكان دايما يتفرج على ماتشات في التلفزيون، فيقول لي يعني اشرف لعيب كويس بتاع كده يعني. لا لعيب كبير. فما جرح الماتش، لا لعيب كبير، فابتدى يشوف الفرقتين في الاستاد، في الملعب. فقال لي لا اشرف كواليتي تاني، لا مختلف خالص، مختلف. ده بيوقف الكوره وبيعدي وبيرقص وبيروح سلس في لعبه، لعبه لا حاجه. يعني قال لي سالس. لا كواليتي عالي جدا جدا، لدرجه ان فيتوريا المدير الفني الجديد قال لك فكره مصري، قال لك لا ده مغربي مش مصري. فكره مصري. طيب انتظرونا يا جماعه بعد قليل في اول مداخله لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك. يمكن هو جه كان متواجد طبعا في افتتاح قناه نادي الزمالك بشكلها الجديد من شهر او شهرين فاتوا، لكن طبعا أول مرة يعمل مداخلة من تقريبا سنة ونص في قناة نادي الزمالك. هيكون متواجد معانا المستشار مرتضى منصور بعد قليل إن شاء الله في مداخلة مهمة جدا، ومداخلة طال انتظارها كما يقال يعني. نرجع تاني، جابوا لي يا جماعة والنبي بعد إذنكم أنا عايز أشوف الكورة، لأن كانت النتيجة 2-0 وكان ضربة جزاء للزمالك. شفتها دي؟ اللي في إيده. يعني أولا جت في إيده، تاني حاجة إيده مش جنبه يعني ايده بره. سيف عملها بدماغه. امبارح النادي الاهلي اللعيب ايده جنبه اتحرك يعني، بس ايده جنبه. بس انا هقول لحضرتك يا كابتن خالد، هم الاجانب في الحاجات الصغيره دي ما بيحسبوهاش يعني. خلينا برضو واقعيين شويه، الاجانب في الحاجات دي ما بيحسبوهاش. بس لو حكم مصري، لو حكم مصري كان هيحسبها، كان هيقول لك هيحسبها، كان هيقول لك احتواء، هيحسبها، كان هيتقال لك احتواء. ده احتواء. المشكله عندنا الحكم المصري ان مجرد ما تيجي في ايد اللعيب حتى لو هو مش قاصد بيحسبها. لا فدي مشكله. بس ساعات بتيجي ايده جنبه ما بيحسبهاش يعني، ما اعرفش ايه ما بيحسبهاش. نادرا والله بتحصل. لا نادرة. بتحصل كتير نادرا. لكن في اوروبا كابتن ممكن الحكم عنده رؤيه برضه بيشوف. فهو يعني في حاجات بتبقى تلقائيه فما بيقدرش يحسبها. هو بيحسب متعمده. يعني انا برضه عايز اشوفها
لانها أيوة ما كانتش شفتها اللي هي بتاع سيف اللي اتلعبت كورنر او فاول تقريبا على بتاعه سيف اللي هي خد بالك دي لو دي لو اتحسبت كان هيبقى الهدف الثالث 3-0 الشوط الاولاني وكان برضو دي ممكن تكون نقطه تحول وانهت اللقاء كبيره جدا طبعا ده كمان حتى احنا كان ممكن يا كابتن نكسب الشوط الاولاني احنا جبنا أربعة احنا جبنا جول ورجعنا احنا لو كملنا زي ما احنا كنا انت عارف كره برضو الونش لما طلع بدماغه لو حطيتها في اي زاويه وانت ابو بقى والهيدرز بقى انت عالمي في الهيدرز جايه اوفر مكانها وهي جايه من مكانها رجعها تاني شكرا جول والله يعني هو جايه كده حطها كده في نفس الزاويه جول اللي جايه منها خلاص في نفس الزاويه ما بيتحركش والكره الانفراد اللي في دقيقه 45 امام عاشور لو عملها صح بالعرض لسيف الجزيري كان النتيجه كانت تقدر تقلق الشوط الاولاني احنا بص يا كابتن المشكله ان احنا بعرض اشرف بن شرقي الشوط الثاني 2-0 احنا ما صدقناش احنا كان لازم 2-0 لا نزود صحيح صحيح لا احنا كنا موتنا عشان انت طبيعي انك هتلاعب بتلاعب فرقه برضه بتلاعب نادي الاهلي اكيد طبعا هتلاقي الشوط الثاني طبعا مختلف تماما يعني صحيح صحيح اشرف بن شرقي يعني كنا ناس متخوفه جدا من رحيله ان شاء الله ما يجيلوش عروض ويرجع لنا تاني ان شاء الله على فكره في كلام والله انا عارف ان هو في تقريبا ناديين في قطر تقريبا لسه ما اتفقوش يعني هو اللي ما مضاش لغايه دلوقتي اتمنى ان شاء الله مستشار مرتضى منصور هيكون موجود معانا بعد شويه نساله في كل حاجه لكن اتمنى اشرف بن شرقي امبارح يعني طبعا كنا مخضوضين لان بنلعب سموحه من غير بقى اشرف ومن غير لعيبه كتير ورحيل رسمي بقى لطارق حامد وابو جبل اربعه رحيل رسمي ورزاق كمان ونجم ونجم وكده ونجم كان برضو كان بديل بيقعد كان بديل عندك لعيب عندك دكه النهارده ما في عندك يعني معلش يعني الدكه برضو يعني الدكه قلت ما واحد بالزبط. مشي من الدكه وطارق بالزبط. مش موجود وابو جبل مش موجود انت عندك الجونين صغيرين بالظبط لاعب بره افرض عواد حصل على انذار اي مشكله اي مشكله معرض يعني بالظبط يعني الحمد لله ان ربنا مشيها على خير يا رب كده وان شاء الله لحد اخر الموسم تمشي كده ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله لكن امبارح رغم الغيابات دي كلها الزمالك قدم مباراه كبيره طبعا عمل ماتش كبير جدا طبعا وبرضه احنا ما كناش متوقعين فالحمد لله ان هي ايه زي ما قلت لك يا كابتن خالد انها الزمالك ماشي بروح لبطوله الكاس الدفعه انت كان لازم الماتش ده يعني والله من قبل روح بطوله الكاس انا شايف من ساعه ماتش الاهلي اللي الزمالك كان خسران 1-0 الشوط الاولاني ورجع 2-1 وبعد كده تعادل وبعد كده للاهلي وبعد كده ضيعنا فرصتين ثلاثه كنا ممكن نكسب بس يا كابتن ده كان نقطه البطوله بتاعت الكاس دي بتديك دفعه كبيره جدا ال 10 ماتشات اللي فاضلين التسع ماتشات اللي موجودين او الثمانيه اللي فاضلين لا مدياك دفعه كبيره جدا يا رب بس طبعا انت عندك ماتشات تقيله جدا طبعا عندك الماتشين الجايين يعني والبيراميدز الماتشين الجايين تفتكر هو ماتشين الدوري لا مش عايز اقول ماتشين الدوري ما تضمنش اي فرقه بعد كده برضه ما تضمنش يعني ظروف الماتش بعد كده الثلاث فرق هيخسروا نقط بتوقع الاهلي وبيراميدز والزمالك بتوقع لان كل الثلاثه فاضلهم ماتشات تقيله خصوصا كمان خصوصا الضغط ضغط الماتشات طبعا. كل ثلاث ايام بس انت عندك بيراميدز عنده سكواد محترم عنده ده عنده فرقتين ما شاء الله يعني ممكن يعني بيراميدز ممكن ياخد دوري طبعا ممكن طبعا من فترة كبيرة كده طلعت وقلت يعني كتيم وكسكواد وكاستقرار وكل العوامل لان هو ياخد دوري صحيح كل العوامل تقدر ان بيراميدز ياخد دوري بالسكواد اللي موجود بالفرقة يعني جماعة بعد اذنكم النبي هتولي كورة ايمن اشرف وهتولي كورة اوباما اللي هي برضو كانت طرد امبارح شفتها برضو شفتها دي طرد رسمي انا مش عارف كابتن محمود عاشور يعني شاف ايه والفار شاف ايه يعني زي ما يكون ايه بقى ما هو برضو عشان كلمة احتواء الراجل اللي هو يعني طرد خليها طرد واحد لا هو حط جسمه والراجل في دفعه في ظهره بالظبط وهو رايح هو الجول بالظبط خلاص اخر لعيب في الملعب خلصت طبيعي يعني لكن عشان الزمالك بيكسب ما حدش بيتكلم بالظبط كده يعني فاهم قصدي؟ لكن لو الزمالك ما غيرنا ما بيكسبش ويتكلم لا بعدين معلش مالهاش علاقه انا كسبان حتى لو كسبان 10 يا كابتن خالد دي كوره في الماتش بالظبط انا حكم دي كوره في الماتش خلاص هو طرد صحيح هو طرد ماليش دعوه اطرد 10 اطرد 3 4 دي مشكلتك انت مش مشكله اي حد هي يعني مشكلتك انت كحكم ان انا ماليش دعوه انا ليا دعوه اهي اهي تعال نشوف أيوة هو واقع يعني هو بص يا جماعه ايوه ايده بره جسمه ايدي ايده بره جسمه ازاي دي ما تتحسبش يا جماعه ده ايده بره جسمه جايه في ايده خالص انا مش عارف بصراحه وعلى فكره كل الناس وقفت على دي كانت 3-0 يا جماعه
كل بص. معظم معظم حتى لعيبه الاهلي حتى ايمن نفسه هتلاقي الرياكشن بتاعه الرياكشن بتاعه بنالتي خلاص على اساس ان خلاص هيحصل جت في ايده وراحت طالعه محوله يعني حتى عارف ممكن بعد ما خبط في ايده حتى بيلم ايده ورا ظهره بصوا يا جماعه ضربه جزاء مليون في الميه يعني ده كان الهدف الثالث وكان ممكن الثالث 3-0 لو الشوط الاولاني ممكن يخلص الماتش ده 5-6 الشوط الثاني لكن للاسف ولا الحكم حسبها ولا الفار قال له تعالى والحكم قال لا عادي عادي وعداها ادي يا جماعه الظلم التحكيمي اللي بنقعد نتكلم ونقول وماتش اللي فات برضه بتاع امام عاشور زق لياسر ابراهيم فاكر؟ ايوه الكوره بتاعت ياسر بتاعت امام عاشور ما تزق جوه بيرقص جوه ال 18 راح مزقوق جوه ال 18 وضرب الجزاء برضه حكم اجنبي برضه ما هو يعني كويس انه حكم اجنبي عشان ما يقولوش انت بتعلقوا شماعات ومش بتعلقوا شماعات فالحمد لله بالظبط الحمد لله وهتقولي بتاعت اوباما برضه امبارح مع كابتن محمود عاشور عشان برضه فاكر بتاعت اوباما دافعه بالظهر باينه قوي يعني مش محتاج انت فاكر احمد كره عمر السعيد بعد 24 ساعه بتاعت محمد محمود لما نزل على الارض اتحسبت ضربه جزاء وبتاعت عمر السعيد راح شايط وشه في ماتش سيراميكا في ماتش البنك كان استر كامباني لا سيراميكا الاهلي والزمالك بعديها ب 24 ساعه استر كامباني والماتش كان 1-1 اتعادلوا معانا وكسبنا في الدقيقه 96 صح بهدف بتاعت محمد محمود دي برضه ده قعد 5 دقايق عشان يحسبها مش فاهم وكانت هاند بول قبليها على بيرسي تاو وما فيهاش اي حاجه هو اللي موطي كمان هو اللي موطي وقبليها هاند بول على بيرسي تاو واخد كل يعني بغض النظر عن هاند بول هو طبيعي هو اللي موطي وطاير كمان هو طاير بدماغه هو مثلا ما عرفهاش هو واقف او طالع جامب عشان رجله مرفوعه لا ده هو طاير بدماغه يعني هو اللي نازل اسال الكوره بالظبط لا طب حسبتها ضربه جزاء طب تاني يوم بقى عمر السعيد ده بقى عمر السعيد 190 سم وناطط 2 متر وشويه راح واحد مرافع رجله لغايه خده وشاط خده في الماتش اللي فات سيف الجزيري الكره بيلعبها بدماغه راحت شاط وشه حسب التسلل ما تحسبتش يعني وبرضو الناس تيجي تتكلم على التحكيم للاسف يعني هل شايف ان في ظل الضغط ده فكره ان انت قدرت تطلع لعيبه من لا لعيبه يعني النهارده حسام عبد المجيد تطور غير طبيعي ما شاء الله ادي الكوره اهي يا جماعه ادي الكوره اهي خلاص هو حط باينه يعني في دفعه في الظهر هل دي كابتن عاشور ولا حسبها ولا الفار حسبها بص باينه قوي يعني في دفعه في الظهر بص يا جماعه ايه يعني مثلا مش كتف يعني في كتف بيجروا في بعض لا بص الرجل كمان ايوه بص الرجل كمان ادي كمل بس الغريبه بقى ان اوباما قام على طول هي دي بقى مشكله كان لازم يعني دي طرد رسمي فهمي نظمي وحتى كل المحللين قالوا هذا الكلام اي طبعا لكن للاسف اصل الدفعه في الظهر يا كابتن خالد هو مش بيجري يعني مش بيجري قصاد بعض عشان خاطر ايه يبقى كتف في كتف لا ده هو خلاص الراجل حط جسمه والتاني حط كتفه في ظهره يعني دفعه في الظهر فطبيعي ان هو يحسبها اساسا يعني والله فكرتوني يا جماعه بقصه المحللين نسيت اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه كابتن زيزو ربنا يديله الصحه يعني كابتن عبد العزيز عبد الشافي كابتن زيزو من اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي كان معايا في دريم في قناة ايه؟ دريم وكان في قرار من النادي الاهلي ممنوع اللي بيشتغل في الـ في الـ في, الـ في النادي نفسه في النادي يشتغل او يحلل ماتشات ممنوع وكان كابتن عبد العزيز عبد الشافي بيتقاضى اجر يعني فتم منعه وساب النادي واتخانق مع كابتن محمود الخطيب واتخانق مع كذا واحد الغريبه ان القرارات دي اتغيرت سبحان الله كابتن محمود الخطيب نفسه اشتغل اعتقد في ابو ظبي كان بيشتغل في ابو ظبي تقريبا وكابتن كمان سيبكم من قبليها يعني كابتن موسيماني تعاقد مع احدى القنوات العربيه وكابتن سادة وحفيظ كمان هو تعاقد مع موسيماني وفي كاس الرابطه والكاس الرابطه شغال وهما بيحللوا ماتشات كاس الامم وطبعا عشان كابتن سادي يوافق الكابتن موسيماني لازم كابتن سادي يبقى موجود يعني ويحلل ماتشات بطوله الامم الافريقيه لو احنا بس بنتكلم كل شويه نقعد نرمي كلام لا في كلام كتير ممكن نقوله للاسف وبيتغير على حسب المصلحه يعني نرجع تاني لكره القدم الماتش اللي جاي عندنا فيوتشر اتغلب بسهوله جدا من النادي الاهلي ثم هزم من الاسماعيلي ثم عاد كسب البنك الاهلي البنك الاهلي وطبعا ده بعد طرد ورغم الطرد اتعادلوا بعد كده بهدف لمحمد هلال ثم طبعا صعب جدا ان انا اكمل مباراه امام فيوتشر شايف المباراه الجايه ازاي وهل هي دوافع فيوتشر هتكون دوافع قويه
امام نادي الزمالك عكس الدوافع اللي كانت موجوده امام الاهلي؟ بص يا كابتن خالد، انا كلاعب كوره ما يعني ما بعترفش حاجه اسمها تفويت لا، وانا ما كمان ما احنا يعني كلنا لعيب كوره. ليه بقى؟ لان معلش انت اصلا كلاعب كوره بتحسب لك في السي في بتاعك انت جبت جون في الزمالك او جبت جون في الاهلي او الماتشات الكبيره دي بتتحسب لك يعني. فانا لا، ماتش هيبقى صعب يعني، بتلعب فرقه كويسه، فرقه رابع الدوري او ثالث الدوري، فلا فرقه وفرقه قريبه من المنافسه كمان، من عايز يفنش بشكل كويس وعايز يبعد كمان عن اللي جاي من تحته. فلا انا شايف ان ماتش صعب جدا وماتش كاس. طبعا ماتش صعب، ماتش صعب جدا، ماتش صعب، بتلعب فرقه كويسه برضه، فرقه محترمه. عوده امام عاشور بعد ما كان موقوف امبارح عوده مهمه. طبعا بشكل كبير جدا في الماتش ده. بشكل كبير جدا، بشكل كبير، لعيب مؤثر وماشي بخطى ثابته الفتره الاخيره، ونتمنى كما كده باذن الله، لان امام من اللعيبه من الديفندرات المختلفه شويه في مصر، اللي هو بيروح على الجون وبيشوط. هو اساسا مش ديفندر. انا عارف هو بيلعب مكان اشرف بن شرقي. هو كان بيلعب هاف في الحرس الحدود. انا لعبت ضده والله. كان لسه وكان باين كده ولا كان لسه شويه؟ لا كانش كده، لا طبعا اتغير بشكل كبير جدا مع الزمالك. اتغير بشكل كبير جدا. يعني هو كان بيلعب في حرس الحدود هاف، ما كانش بيلعب 8 خالص. مستواه تطور بصوره غير طبيعيه ما شاء الله يعني. بس هو امام اصلا يعني وهو في الحرس لا كان يعني واضح. خامه مبشره يعني، اللي هو لعيب كويس ورجله ما شاء الله على الجون كويسه، حتى وهو بيلعب هاف برضه لا كان مؤثر يعني. تعال نشوف كده هدف امام عاشور في مرمى النادي الاهلي، برضه من الاهداف الجميله جدا واللي احياها اشرف بن شرقي. طبعا بص الكره دي كان المفروض يخلصها سيف طبعا، ولا برضه مزنوق؟ لا كان لازم يحطه في ظهره اكتر من كده، ما يدوش مساحه عشان الناس كانت بتتريق عليا بتقول لي استاد القاهره ما بيزحلقش. لا بيزحلق استاد القاهره. بص يا كابتن، استاد القاهره عامل في هم قلبوه الفتره الاخيره، لانه في شويه صناعي وطبيعي. فما بيتبل بيتزحلق طبعا، بيتزحلق. وانا كنت بقول هذا الكلام فالناس كانت بتتريق عليا. لا يعني ادي ياسر لما كان الناس بتتريق عليا على موضوع ادي ياسر ابراهيم نفسه اتزحلق. اي حد بص يا كابتن، الزحلقه لعبه تاني بسبب ان هو في سنه صناعي، فهي اللي فارقه جدا في الزحلقه. بالظبط، هتقولي لعبه تاني. شوف الصوره اهي، لازم يروح جامد. شوف السرعه برضه يروح هو، بس كان لازم ياخده في ظهره. بس كده لو خده في ظهره كان لو عمل تاكلينج ده. بص الزحلقه، بص الزحلقه اهي، مش هتقول الرجل الشمال اتزحلقت. ما ليه بقى؟ الصناعي ما بيثبتش الجزمه في الارض. برافو عليك، رجلك بتثبت. برافو عليك. بص ادي الزحلقه اهي، اهي رجله فتحت جامد، فتحت على ما جه يلم بقى، فابتدى يحضن عليها وهو قوي بدنيا. اشرف بن شرقي راح خاطفها منه، عارف لو طلعها لا هو شاطها، هو شاطها، سبحان الله، هو شاطها في رجل اشرف، ردت فيه تاني. ردت في ياسر، راح ترد وراح جايه فيه وراجع لاشرف. كمل جايه فيه وراجع لاشرف، راح اشرف عليها. بص يا لعبه، بص بقى عايز اوريك كام واحد كام واحد جوه من الاهلي. ده الفكر بتاع وقف 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 8 وقف 1 2 3 4 5 6 7 8 وحارس المرمى 9 9 لعيبه واستطاع يعني 1 2 هو ال 1 2 باص واحد، باص واحد 1 2 بتاع زيزو، تاك جول وزيزو. يعني زيزو يعتبر عمل جول، بس في واحده برضه لامام يا كابتن اللي خدها على الطير دي. لا امام ما شاء الله رجله كويسه، كان يقدر يركز فيها اكتر من كده وتروح احسن من كده كمان. بس الحمد لله. الحمد لله المره دي جت في العارضه ودخلت. يعني احنا متعودين بتيجي في العارضه وتخش وتخرج. امبارح جت في العارضه مرتين. مرتين دي بقى دي حاجه طرائف وعجائب. هتقولي الكرة بتاعت العارضة بتاعت زيزو امبارح دي اللي جت مرتين دي، راحت في العارضة وجت في ايد عمر وجت في العارضة، وانت ما جديدة دي على فكرة. انا ما شفتش يعني، انا ما شفتش قبل كده. لا خد بالك اصلها جت في العارضة اللي فوق. ايوه في العارضة اللي فوق، يعني ردت في ايد عمر وجت في العارضة اللي فوق برضه. طبيعي انها ترد في ايد عمر وتخش جوه. بس لا انها ترد في العارضة اللي فوق برضه دي جديدة، انا ما شفتهاش والله اقسم بالله. لا وتنزل بره، ما تنزلش جوه يعني. اخبطي يعني مثلا لما خلاص انت خبطت في العارضة تخبط، طبيعي انها لما تخبط في ايد عمر ترد في قلب الجول لانها خلاص الكرة هديت. لا تروح تخبط في العارضة وتطلع بره. طب ما تخبط في العارضة في بطن العارضة وتخش. طب افكرك بحاجة، فاكر الكرة بتاعت ابو جبل ماتش 5-3؟ الكرة جت في العارضة وجت في ابو جبل ودخلت. دخلت، ما انا بقول لك الطبيعي. مع انها كرة يعني اي كلام خالص. طالما خبطت في ظهر الجون او في ايده بتخش. بص 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 نفس كرة امام. دي صدت والتانية دخلت. بس بس يعني دي عشان قريبة شوية. بس كان 1 2، في 1 2 برضه مع زيزو. دي قريبة. هو امام بيعملها مع زيزو دايما ومع سيف. وحتى بص يا كابتن الجون بتاع بص اهي 1 2 اهي. بص 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 بص. هو عملها زيزو
زيزو بيعملها له بيشوط على طول نفس الكوره بس بتاعت الاهلي كانت ابعد شويه بس طبعا راح تبعد شويه وسيف الجزيري كان مكمل وامبارح برضه يا كابتن ما هو برضه في الاوت برضه سيف حجز وراح عاملها لزيزو زيزو خدها ورا صحيح طبعا بينه وبين زيزو هاتوا لي كوره زيزو امبارح الهدف الاولاني بينه وبين زيزو برضه هتلاقي في 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 لينكات بين زيزو وامام وامام وزيزو صحيح وكابتن شقري طبعا معاهم صحيح يبقى دي برضه تفاهم ما ده تفاهم بيفرق في الملعب صحيح 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 مين اللي عجبك يعني طبعا احنا مفتقدين سيف فاروق جعفر تخيل نوصل لمرحله نقول مفتقدين سيف يوسف اسامه نبيل بس سيف طول عمره لعيب كويس يعني سيف كان بيلعب كان كابتن فاروق كان ماسكنا في المنتخب العسكري وكان لسه صغير كان بينزل يتمرن معانا كان باين عليه ان هو يبقى لعيب كبير يعني بص الكوره ايوه بص خبط واحد ايه ده يا جماعه دي؟ طب ما تسقط بقى المفروض تسقط بص يعني بص طرائف وعجائب اقسم بالله بص 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 الحاجات دي في نادي خلاص بقى خشي بس المفروض تخش ده ممكن تنزل تحت كمان يعني تخش أنا بقول لك جوه البتاع وتخرج الطبيعي انها ما تخبطش في عرض ثاني خلاص هي تخبط وتسقط في الجول سبحان الله احنا نادي الزمالك ده كمان مش اول مره انت فاكر كره امام عاشور في الدقيقه 92 هاتوها لي يا جماعه كره امام عاشور ماتش 2-2 في الدوري وكره زيزو في نهائي افريقيا انت عارف الكره دي الكره دي انت دلوقتي فارق 3 نقط الكره دي لو الزمالك كان كسب الاهلي كان الاهلي هيقل نقطه ادي اربعه واحنا هنزيد نقطتين أيوة كان هيبقى فرق 6 نقط 6 نقط يعني وكوره زيزو في نهائي افريقيا ما هي برضه خبط ورد بالظبط وكان نتيجه 0-0 احنا عاملين عقد مع العارضه بقالنا كام سنه بالظبط على توفيق وعدم توفيق يعني. طبعا الحمد لله ولا بس الحمد لله ربنا كرمنا من واسع الراجل يعني. لامم الدنيا وعايز مش عايز انسى برضه يا كابتن السوشيال ميديا زملكاويه يعني بصراحه دورها كبير جدا الفتره الاخيره في دعم اللعيبه في حتى لو اللعيب مستواه مش عالي كابتن خالد لا هم في ظهره وبيدوا دفعه بص كره العارضه دي انا متفق معاك يا جعفر جدا اول مره احس ان احنا قافلين كتله واحده السوشيال ميديا كلها كمان الزملكاويه الصفحات الكبيره المنتميه لنادي الزمالك كلها كلهم ما بتنسقش لفكره انت عارف في ناس عايزه توهك كان عايزة الاول توديك في حته ثانيه زي الاول كده كان الاول تلاقي مثلا ده بيتكلم على ده وده بيتكلم لا دلوقتي الحمد لله ان هم كلهم في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي دي طيب انا عايز افكرك بحاجه كمان في واحد برضو الارهابي اللي عايش بره مصر ده قال لك الكاس مصر لازم يروح للاهلي عشان سيف الجزيري اشترك وهو مقيد غلط انا جالي الجواب يا جماعه بالفرنسي وطبعا في ناس بتترجم غلط او في ناس مغرضه عايزه تقول حق ان في حاجه غلط اتحاد الكره قال لك ازاي سيف الجزيري متايد لاعب حر فاهم قصدي ده في تواطؤ من اتحاد الكره ده هو اساسا بيعمل مقاولين طلعت القصه ايه يا احمد طلعت القصه قبل ما عشان بس الناس تفهم الاتحاد الدولي في نادي تونسي عايز ياخد عنده مثلا نسبه ايوه اللي هي الرعايه عنده نسبة. الرعايه تمام الرعايه دي بتبقى من مش عارف من 11 سنه لغايه 23 سنه تمام الرعايه فالرعايه دي مرتبطه بايه ان انت تكون خارج من تونس مقيد في نادي وطلعت الفرقه تمام اللي حصل ايه ان اتحاد دولي بيستفسر من اتحاد الكوره بيقول له هو النادي ده عايز فلوس وبعدين هو سيف 23 سنه لا سيف عنده 29 ونص انا عارف انا مش يعني سيف جاي مصر جه مصر عنده 25 سنه ايوه في طنطا كان في طنطا بالظبط 25 سنه ونص كمان 25 سنه ونص فاللي حصل ايه الاتحاد الدولي جاله جواب من النادي ان عايزين حقوق الرعايه بتاعت اللاعب دوت هم اما سمعوا ان الزمالك اشترى سيف الجزيري وب 20 مليون وبتاع قال لك هنطلع لنا فلوس والظروف دلوقتي صعبه في موضوع الفلوس وكورونا وبتاع وانديه النجم الساحلي مثلا انسحب من كره اليد ودخل مكانه النادي الاهلي عشان معهوش فلوس عشان ما فيش فلوس تمام وبالتالي ايه اللي حصل فاتحاد الكوره قال للاتحاد الدولي سيف الجزيري لاعب حر يعني ايه لاعب حر يعني جه من تونس لمصر حر لاعب حر فري فاهم قصدي فابتدى ايه ده لاعب حر ده قايلين ده هو متباع من مقاولين الزمالك وابتدوا ايه يعملوا قصه من لا قصه يعني. والناس مش فاهمه حاجه طبعا وانت اما بتيجي وبعدين هو داخل مصر امتى؟ ما هو داخل مصر عدى 23 سنه خلاص وهو لعب كان بيلعب في الافريقي ونادي اسمه بنجردان وحاجه كده وراح وسابوه وخلاص ومش عايزينه وجه في طنطا كان ممكن بقى يروح يشتغل مثلا اي شغلانه خلاص يبطل كوره وبتاع فالراجل جه طنطا ببلاش جه طنطا ببلاش وهو عنده 25 سنه ونص قال لك العب سنه انديه كبيره تشوفني العب لعب مع كابتن عماد النحاس بالظبط كده فلاعب حر ده يعني هو لا يحق للانديه التونسيه
تقاضي حقوق الرعايه، لانه عندما جاء الى مصر جاء فري، فكان لاعبا حرا فري. فهو اتحاد الكوره بيدور على الاتحاد الدولي بيقول له يعني ان هم ما لهمش حق لانه لاعب حر، مش لاعب حر المنتقل من المقاولين للزمالك. انت جاي تدور على الملاحظ ده، انت بتاخد حق المقاولين. وكمان نمره 2 عشان الزمالك بس. ونمره 2 يا احمد، لو انا لو انا مثلا سيف الجزيري متقيد في المقاولين والزمالك ممنوع من القيد، فانا هخليه حر عشان اقيده؟ طب ما انا كنت قايدت حمدي النجاز ما حر، ما كنت قايدت عمر كمال عبد الواحد ما حر. يعني الناس وشبانه بقى وشبانه الناس حر. الناس اللي طلعت كلها، بص كل واحد بيقعد ايه يحاول هو يدور على غلط على غلط ونقعد نالف قصص من لا قصص. نطلع لفاصل ونرجع نكلم المستشار مرتضى منصور بعد الفاصل في اول مداخله على قناه نادي الزمالك من فتره كبيره جدا، ونساله في امور مهمه تهم كل جمهور الزمالك العظيم. يلا بينا.